السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة تميز. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتعلم فيها وهنعرف إزاي نتابع محمد صلاح والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا من غير ما تروح القهوة ومن غير ما تدفع ولا مليم، من خلال وجودك في البيت عن طريق استقبال قمر اسمه قمر يا هسات يا قمر الإماراتي. إزاي نعرف الطريقة دي وإزاي نعمل الكلام ده؟ إن شاء الله هنعرف، بس في الأول يا ريت تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو إن شاء الله لو عجبك. ازاي نقدر نستقبل القمر ده؟ أول حاجة لازم يكون عندي طبق 70 سنتي. تقدر تستقبل الطبق ده في خلال في مصر كلها بدون بسهولة وبدون أي مشاكل. هنحتاج طبق 70 سنتي، ونوجه الطبق ده ناحية قمر ياهسات. طبعا قمر ياهسات ده قمر إماراتي، المكان بتاعه أو الموقع بتاعه هو 52 شاب، ده بجانب القمر التركي اللي هو 42 شهر. ده قمر سهل وبسيط وفيه قنوات مميزة جدا وجميلة خالص. القنوات دي بتقدر من خلالها تشاهد الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا، كل الدوريات بدون اتصال بالإنترنت، يعني بتكون مجاني خالص، زي كأن القناة الأولى والثانية العادية اللي عندنا في على النايل سات. في البداية بنستقبل طبعا عن طريق اتجاه الطبق، بيكون ناحية القبلة زي ما قلنا، بيكون الموقع بتاعه 52 شاب. بنستقبل الطبق، بنستقبل القمر ده زي ما قلنا، موجود فيه قنوات كتير. من اهم القناتين اللي احنا بنتكلم عنهم هي قناه بارز اتش دي وقناه فوتبول اتش دي. دي القنوات المهتمه بالدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الاسباني والدوري ابطال اوروبا. القنوات دي بتذيع المباريات المهمه في كل يعني دوري من الدوريات، يعني مثلا بتذيع مباراه ليفربول، بتذيع مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بتذيع كل المباريات القويه لهذه الفرق من غير ما تدفع ولا مليم. في البدايه اول حاجه زي ما قلنا، انت هتحتاج الطبق من 70 سنتي، وهتحتاج معاه ريسيفر اتش دي يكون بيدعم شفرات البيس. وهنعرف ازاي ندخل شفره البيس، ويلا مع بعض نشوف ازاي ندخل نستعرض مع بعض القنوات الخاصه او الموجوده على القمر يا هسات، وكمان نشوف القناتين المميزتين اللي هم خاصين بالرياضه، قناه فاز اتش دي وقناه فوتبول اتش دي، ونشوف ازاي ندخل شفره البيس على القناتين دول ونشغلهم قدامكم من غير اي حاجه ومن غير ما تتكلف باي حاجه ان شاء الله. يلا بينا مع بعض نروح على الريسيفر ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا تاني على الريسيفر ونشوف قنوات، أهم القنوات الموجودة على القمر الإماراتي ياهسات، والأهم قناتين معانا اللي هي قناة بارز اتش دي وفوتبول اتش دي، قنوات المهتمين بالرياضة وبيذيعوا كل الدوريات العالمية. ده طبعا القمر نايل سات، أنا عندي العدستين، عدسة نايل سات وعدسة ياهسات، كل واحدة على طبق. معانا هنا نشوف الأول قمر ياهسات. قمر ياهسات طبعا القمر ده موجود عليه زي ما قلنا مجموعه قنوات عربيه كثيره، اللي هو قمر اماراتي، يعني هتلاقي مجموعه قنوات روتانا، تلاقي مجموعه قنوات روتانا، كل القنوات الخاصه بروتانا، قنوات كمان جوده بتاعتها اتش دي مختلفه عن نايلسات. نايلسات ما عندهوش الجوده اتش دي. بتلاقي برضو مجموعه قنوات خاصه بالمملكه العربيه السعوديه، يعني هتلاقي مثلا قناه السعوديه قران والسعوديه سنه، مجموعه قنوات برضو مميزه، يعني السعودية قرآن، وهتلاقي قناة السعودية سنة، هتلاقي مجموعة قنوات رياضية متميزة برضو خاصة بدولة السعودية أو الدولة المملكة العربية السعودية، قناة اتش دي وعالية الجودة، قنوات ممتازة جدا. اللي يهمنا معانا في القنوات هنا هي قناة فارز اتش دي وقناة فوتبول اتش دي، التردد بتاعهم 11786 اتش على 27500. القناة دي طبعا زي ما قلنا اول بتشغل بتظبط الطبق، فبتلاقي القناة دي قناة مشفرة مكتوب عليها، مكتوب في تكتب تلاقي القناة مكتوب عليها قناة مشفرة. طبعا اي ريسيفر اتش دي سواء كان سوني بلس او الريسيفرات الشعبية الموجودة حاليا في الاسواق اللي هي لا تتجاوز 250 جنيه او 300 جنيه، معظم الريسيفرات دي بتكون بتدعم شفرات البيس. هنعرف مع بعض او هنشوف ازاي دلوقتي ندخل شفرة البيس على الطبق على الريسيفر. طبعا كل ريسيفر بيكون ليه طريقه لادخال شفره البيس. انا هنا عندي الريسيفر بتاعي بضغط على صفر كده بيدخل معايا او بيجيب لي الشاشه دي اللي من خلالها بدخل الشفره بتاعه القناه. طبعا دي قناه فارسج اتش دي، بدوس عليها بيع القناه واروح دايس زيرو، وبعد كده بجيب الشفره. طبعا هجيب الشفره، موجوده الشفره بتاعتها موجوده على الانترنت. الشفرة بتاعتها هي 2
همسح اول حاجه مكتب الكلام الموجود او الشفره الموجوده 2 0 بعد كده 2 تاني 0 يعني 20 20 بعد كده حرف الاي بعد كده بي اي سي دي زيرو زيرو واحد زيرو ثلاثة دي واحد دي واحد. بعد ما كتبت الشفرة بدوس على التأكيد اللي قدامنا اللي هو بدوس على المفتاح لونه أزرق وبدوس على تأكيد. لو أنا كتبت الشفرة بالشكل ده وضغطت على تأكيد تمام وما اشتغلتش معايا القناة أو جاب لي إدخال غير صحيح يبقى محتاج إن أنا أدخل الشفرة من خلال الريسيفر من جوه نفسه. بخش على القائمة المنيو وبعد كده بروح على ضبط وبنزل على حاجة اسمها إعداد إكس كام تمام وبعد كده بدخل على حاجة اسمها بقعة اللي هي خاصة بشفرة البيس تمام وبعد كده بدوس على حاجة اسمها تحرير بكتب الرقم طبعا هنا مكتوب التردد بتاع القناة وهنا الاس اس اي دي او اس اي دي وبعد كده هنا الشفرة بدوس هنا وراح بكتب الشفرة من خلال السيفر كده بمسح المكتوب وبكتب الشفرة الصحيحة اللي هي زي ما قلنا 2 0 2 0 2 0 A B E B تاني بعد كده C D 0 1 0 ثلاثة دي واحد. بعد ما اكتب كده بدوس على تأكيد تاني تمام بدوس على اوكي وبص كده الاقي الشفرة او القناة اشتغلت معايا. بص الاقي الريسيفر او القناة اشتغلت معايا هلاقي قناة فايزت اتش دي اشتغل معايا. هبدأ الدوري الفرنسي هنا مباراة الدوري الفرنسي ادي اسم القناة زي ما شايفين حضراتكم دي قناة فارز اتش دي. برضه بنفس الطريقة بخش على قناة فوتبول اتش دي اللي هي القناة اللي تحتيها على طول وبرضه بدوس على زيرو وبخش معايا الشفرة. طبعا شفرة كل قناة بيكون ليها شفرة خاصة بيها. شفرة قناة فوتبول هي عبارة عن واحد اتنين ثلاثة أربعة زيرو زيرو أربعة أربعة ستة A B C D زيرو زيرو سبعة ثمانية وأدوس على تأكيد. أبص برضه ألاقي القناة اشتغلت معايا. طبعا القنوات دي خاصة بالتلفزيون الطاجيكستاني دولة طاجيكستان. دول بيذيعوا كل الدوريات الأوروبية يعني الدوري الفرنسي والدوري الأسباني والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا يعني مش هتحتاجوا طبعا زي ما قلنا قنوات مشفرة. ده كان طريقة أو ده شرح ازاي نشاهد الدوري الإنجليزي وازاي ندخل شفرة البيس للقناتين الخاصين أو المهتمتين بالرياضة وبالدوري الإنجليزي على قمر يا حساب. أتمنى أكون استفدتم من الفيديو وياريت اللي عجب الفيديو يضغط لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.